استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية، وأكد أبو الغيط استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدما بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على استمرار العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة ليبيا وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي.